مساء الخير على حضراتكم جميعا، وحلقة متميزة جدا من برنامج حياتنا هنتكلم فيها عن تخصص من التخصصات الطبية المهمة جدا، وهو العلاج الطبيعي ودوره في علاج الشلل الدماغي عند الأطفال. الحقيقة يعني موضوع الشلل الدماغي عند الأطفال ده يعني موضوع بيقرب ناس كتير جدا، وفي يعني بيسبب أزمات كتيرة كتير من الأسر وخاصة الأمهات، ويمكن بعض المنصات الإعلامية او تقريبا معظمهم يعني ما اتكلموش عن الموضوع ده بالقدر الكافي. علشان كده احنا النهارده هيكون معانا احد المتخصصين في المجال ده، او يعني عشان نكون ادق احدى المتخصصات في المجال ده هتكلمنا عن الموضوع ده بكل تفاصيله. معانا ومشرفانا النهارده في الاستوديو اخصائيه العلاج الطبيعي بمركز الدكتور كمال شكري للعلاج الطبيعي للاطفال، الدكتوره شربات سمير. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ وسام. مبدئيا كده يا دكتور شربات، يعني وبديهيا اول سؤال لازم اساله لحضرتك، يعني ايه شلل دماغي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الشلل الدماغي او السريبرال بولسي المعروف عند الناس بالسي بي، تمام، هو مجموعه اصابات بتاثر على المخ بصفه عامه، بيبقى فيه تاخر في النمو الحركي لدى الطفل، بيبقى في خلال فتره الطفوله المبكره في اول 3 سنين من عمره، تمام، نتيجه بقى حدوث اي تلف او تشوه في الانسجه العصبيه ادى للضرر ده. بيبقى فيه بعض الاعراض المصاحبه زي مشاكل في نطق الكلام، مشاكل في السمع والاتزان، مشاكل في الادراك، مشاكل نفسيه. ده التعريف المجمل للسي بي. تمام، طيب يعني بيكون ناتج عن ايه او ايه اسبابه؟ طبعا اسباب السي بي كتير جدا. اول حاجه بنقول ان الاسباب الوراثيه والعامل الاساسي فيها هو زواج الاقارب، يعني مثلا يتجوز بنت عمه، يتجوز بنت خاله، ده طبعا زواج القرايب. ايوه بلاش جواز القرايب، بلاش. ايوه طبعا زواج القرايب بيأثر اكتر كمان على مشاكل وراثيه او مشاكل الجينات، او ممكن بيأثر على افرازات هرمونات الغده النخاميه في المخ، فبيعمل خلل في الخلايا المخ الموجوده. تمام. طيب يعني الشلل الدماغي هل هو حاجة واحدة ولا ليه أنواع متعددة؟ الشلل الدماغي أنواعه كتير جدا. تمام. احنا بنقسمه لخمس محاور أساسية. أولا الشلل الدماغي التشنجي أو السباستيستي، وده السبب الأكبر من أنواع الشلل الدماغي. بيبقى الطفل متشنج، عضلاته متشددة، السباستيستي بتاعته بتبقى عالية، تلاقيه واخد ايده كده في وضع التاني شويه، ايده ورجله يعني بتبقى حضرتك متصلبه. تقصدي ان العضلات بتبقى متشبسه؟ متشبسه، برافو عليكي. او بيحصل فيها حاجه اسمها التصلب العضلي. تمام. النوع التاني عكسه تماما، حاجه اسمها الاوتونيك او اللي هو الارتخاء العضلي. تمام. ده بيبقى الطفل مرخي، عضلاته مرخيه، وفي اطفال بتستمر على ده وفي اطفال بتتحول بعد كده لشلل. تمام. النوع الثالث اللي هو الحركات اللا اراديه، تلاقي الطفل هو قاعد او هو نايم بيحرك الاطراف، الصوابع او الايدين، بحركات لا اراديه. تمام. النوع الرابع الاتاكسيا، بيبقى فيه عدم تناسق في الحركه الموجوده، ممكن الطفل يقدر ان هو يقف او يمشي بس ما فيش تناسق حركي في عضلات الطفل، فما بيقدرش يبقى فيه توازن، بمعنى الشكل المشيه بتاعته بتبقى غريبه شويه عن الانسان الطبيعي. بيمشي بس شويه، يكون مثلا العضلات في اعوجاج مثلا في الرجل شويه، بيأثر بقى على عضلات الجسم ككل. يعني مثلا المفروض الحركه عشان تيجي بشكل كويس، يعني مثلا لو انا هتني دراعي المفروض العضله دي تشتغل والتانيه تشتغل، الاتنين بيبقى في مفيش تناسق في الحركه، فالحركه ما بتطلعش معاه بالشكل البرفكت المطلوب. تمام. ده الاتاكسيا. النوع الاخير اللي هو المختلط، ده بقى بيشمل نوعين من اللي احنا ذكرناهم، اللي هو مثلا بيبقى فيه مثلا شد مع حركات لا اراديه، او ممكن يبقى فيه شد مع عدم تناسق حركي. تمام. ده كده الخمس انواع للسي بي. تمام. طيب يعني انا كأم اعرف ازاي ان طفلي عنده شلل دماغي؟ اولا الشلل الدماغي ايه الملامح اللي بتظهر عليه عشان اقدر ان انا ابدا اشك فاروح اكشف عليه؟ اولا في اسباب الشلل الدماغي، ده حاجه اسباب البيئيه الكتير جدا اللي احنا عايزين نتكلم عنها بالتفصيل عشان كده اجلتها، اللي هو فتره الحمل. تمام. على اساسها بيحصل تشخيص مبكر او ممكن يتاخر شويه. الاسباب كتير اللي بتؤدي حدوث طفل سي بي، مثلا الحاجات اللي بتحصل فتره الحمل او اثناء عمليه الولاده او ما بعد عمليه الولاده. تمام. اثناء فتره الحمل ممكن يبقى في سوء تغذيه من الام، ما بتاخدش الفيتامينات او المعادن الاساسيه خاصه في الثلاث شهور، لان الفوليك اسيد بيبقى مهم جدا في تكوين الجهاز العصبي. ممكن لو في انيميا حاده الحاجات دي لازم تتعالج ويحصل سيطره عليها. ممكن مثلا الام تبقى مدخنه فتره الحمل سواء بقى ايجابيه او سلبيه. يعني ايه ايجابيه او سلبيه يا دكتور؟ مدخن ايجابي ان مثلا الام نفسها تكون مدخنه، سلبيا الاب يكون مدخن والام بتقعد جنبه لفترات طويله، فهي كده بناخد نفس التاثير او يمكن اكتر كمان. تمام. تمام. تناول الكحوليات او العقاقير او بعض الادويه الطبيه بدون استشاره الطبيب، ده طبعا مشكله كبيره جدا يا استاذ وسام، اللي هو مثلا واحده تقول لك ايه انا خدت مثلا العلاج الفلاني بيقويني، فيتامينات بتقويني، خديها، ده غلط جدا، لان زياده الفيتامينز عن الحد الطبيعي بيعمل ضرر اكتر من نقصانه. تمام. دي مشكله كبيره جدا. تمام.
ممكن برضو اسباب كتير، يعني مثلا يعني معلش يا دكتور بالنسبه للنقطه دي، يعني دي برضو توصيه من حضرتك لكل ام، اه تمام من بدايه فتره الحمل لازم نتابع، صح، لازم متابعة نتابع. مهمة جدا جدا، وده اكتر عامل اه اصلا بيؤدي لولادة الطفل يعني السيدي، انا مثلا يعني كأم مثلا او كان لسه مثلا حامل، صح بتابع مع دكتور امراض النساء، تمام لو عندي ضغط او سكر او كده لازم اتابع مع الطبيب المختص، تمام تمام، علشان بعد كده ما ياثرش على الجنين بتاعي. برافو عليك، برافو عليك، تمام. احسنتي. في اسباب برضو ممكن حدوث حمى، يعني في فتره الحمل دكتوره النساء ممكن في حمى اصلا، خاصه او حمى شوكيه او مثلا حصبه المانيه، ممكن تعدي الام والجنين مع بعض، دي لازم تعرف من خلال فتره الحمل ويحصل سيطره على الموضوع ده. ممكن كمان خلال فتره الحمل والام مثلا تبقى عندها بعض الامراض المزمنه زي الضغط او السكر، دي تمام مشكله كبيره ما تمام ينفعش اهمالها. السكر لو نسبته عاليه على مستوى الطبيعي ومحصلش كنترول عليه بيؤدي الى عدم وصول الغذاء الكافي للجنين او وصول الاكسجين او الدم بصوره كافيه للجنين. تمام الضغط العالي برضو لو ما حصلش سيطره عليه خاصه في الشهور الاخيره من الحمل بيحصل حاجه اسمها تسمم الحمل او بري اكلامسيا، مش معناها ان في ماده سامه، معناها ان الضغط بيبدا يزيد جدا عن المعدل الطبيعي، الجسم بيبدا يورم، بيبقى فيه سائل زلالي كتير جدا، ده بقى بيأثر على الغذاء او الاكسجين اللي واصل للجنين، تمام فبيعمل في اللحظه دي خلل في خلايا المخ او خلل في الانسجه العصبيه. تمام 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 طيب هو يعني الطفل المصاب بشلل الدماغي ده هل هو له علاقة بمتلازمة داون ولا دي حاجة ودي حاجة؟ بصي، لا متلازمة داون شيء او داون سيندروم، والسي بي شيء. السي بي زي ما قلنا هو مشكلة في الجهاز العصبي السي بي يا جماعة المركزي، اللي هو الشلل الدماغي. تمام، هو مشكلة في الجهاز العصبي المركزي أثرت على الجزء الحركي بنسبة كبيرة مع أعراض مصاحبة زي ما قلنا نطق أو اتزان أو سمع والحاجات دي كلها. اما الداون سندروم بتبقى المشكله اكتر في الجينات في الكروموسومات، تمام بيبقى في كروموسوم اكس زايد وبيبقى العامل فيه اكتر الام، تمام، الام مثلا كبر السن ان هي تبقى كبيره قوي او ان هي تبقى صغيره قوي، ده بيبقى عرضه ان الطفل يبقى داون. تمام، تمام، عشان كده برضو قلنا الحمل في فتره متاخره من العمر او في سن صغير لا بيبقى عرضه ان الطفل يبقى سيبي او داون، يعني الام لما تبقى صغيره قوي زي ما لما تبقى كبيره. اه ما ينفعش ده الاثنين، بيأثر على الجنين برضه. بيأثر على الجنين، اه تمام خاصة الأم مرتبط أكتر بحالات الداون، تمام الكروموسومات اللي بيحصل فيها خلل بيبقى الإكس. تمام تمام طيب التشخيص الحالة دي والأعراض المصاحبة ليه تشخيص بتكون الحالة إزاي؟ دي، بص يا دكتور يا أستاذة وسام، الحالات دي ممكن على الأسباب اللي احنا طرحناها سابقا في فترة الحمل أو أثناء عملية الولادة نفسها، مثلا حصل إصابة للطفل مثلا في الولادة الطبيعية، الولادة تعثرت، حصل نزيف في المخ، حصل اختناق للطفل وهو بيتولد، كل الحاجات دي بتديني اشتباه ان الطفل ده يبقى سي بي. تمام تمام، مع وجود طبعا نسبه صفر عاليه جدا، الطفل مثلا نسبته تزيد عن الحد الطبيعي، ما فيش كنترول في الحاله دي دكتور الاطفال لو الدرجه عاليه ودرجه الاصابه عاليه يقدر يشخصه من اول يوم. تمام، بس احنا عاده تشخيص السي بي بيكون في السنه الاولى من عمر الطفل. تمام، السنه الاولى من عمر الطفل، عشان كده احنا دايما بنوعي الام ان يبقى في سكيل موجوده، تمام تمام ان هي تقدر مثلا تكون متابعه التطور الحركي للطفل، كل شهر المفروض يكون بيجيب ايه، في تفاعل مع البيئه المحيطه ولا لا، لو لاحظت اي خلل او اي مشكله في الموضوع ده ارجع على طول للدكتور المختص. والمفروض برضو انا كأم اكون على وعي الطفل بتاعي، هو مثلا عنده 3 شهور، تمام، المفروض اعرف هو يعني في ال3 شهور دول هو المفروض يكون الحركات بتاعته ازاي او تمام تفاعلاته مع البيئه ازاي، عشان تمام لو لقيت حاجه مختلفه ابقى عارفه ان في خلل في حاجه. تمام برافو علي، احنا طبعا بنقول السكيل دي مهمه جدا، حتى احنا بنمشي عليها في الطفل في تقييمه واعرف هو متاخر قد ايه. تمام، المفروض على شهرين اصلا الطفل بيبقى فيه متحكم في رقبته تماما، تمام، الطفل يقدر يسلب راسه ويرفعها، تشوف الطفل لو نايم مثلا على بطنه ويقدر يبص الاشياء. تمام، على سن 4 شهور المفروض الطفل يبقى قادر ان هو يجيب تقليبه كامله، لو هو نايم على السرير او قاعد المفروض يجيب كومبليت رولينج او التقليبه الكامله. تمام، على سن 6 شهور المفروض ان هو يبقى عنده الابيليتي او الامكانيه ان هو يقدر يقعد لوحده. تمام تمام، 8 شهور ان هو يبدا يقف بمساعده، وهكذا على سن السنه المفروض ان هو يكون بيمشي، ده التدرج الطبيعي لنمو الطفل. تمام، لو انا كأم لاحظت اي خلل في التطور الحركي المفروض ما استناش، ارجع على طول للدكتور المختص. تمام تمام تمام. طيب نيجي بقى للنقطة الأهم في حلقتنا النهاردة. تمام، هو طبعا موضوع زي الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة ده، فكرة شلل وشلل دماغي ومش عارفة ايه، المفروض ان احنا تعودنا ان الحاجات دي بيكون علاجها عند متخصصين المخ والأعصاب.
تمام. بس فكره ان انا اعالج الطفل بالعلاج الطبيعي في حاله صعبه زي كده يعني هي فكره جيده جدا، تمام. لان طبعا معروف عن العلاج الطبيعي ان هو مش مكلف ملوش خسائر، بس تمام. هو بيحتاج شويه جهد وشويه صبر. برافو عليك، هو فعلا بيحتاج صبر شويه. فاحنا طبعا في مركز الدكتور كمال شكري يعني عرفنا ان انتوا بتعالجوا حالات كتير جدا في الموضوع ده، فانا عايزه حضرتك بقى تحكي لي احنا ايه اللي بيحصل بالظبط. تمام. اولا مركز دكتور كمال هو بيقدم خدمه متكامله للطفل، للاطفال بقى سواء شلل دماغي او تاخر حركي. تمام. بيعتمد على العلاج الطبيعي والتاهيل الوظيفي وايضا اخصائيين التخاطب وتعديل السلوك وتنميه المهارات، بحيث ان احنا بنوفر خدمه متكامله للطفل. تمام. طبعا الطفل بيجي المركز المشكله الاساسيه عنده هو التاخر الحركي. تمام. وده بيبقى عامل نسبه الاعاقه الاكبر. اي ام نفسها ان هي تشوف ابنها يقدر يمشي يقف على الاقل يعتمد على نفسه. بيحصل تقييم للحاله، دكتور كمال بنشوف الاشعه المطلوبه، اشعه مقطعيه، اشعه رنين على المخ، المفروض ان هو كمان يكون عرض على دكتور الامراض العصبيه، نشوف مثلا اي مشكله بقى في التخاطب. تمام. مشكله في الكلام، مشكله في السمع والاتزان، كل الحاجات دي لازم تتعالج او نعرفها، لان ده بيساعد معانا في التطور الحركي. تمام. 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 التمارين الحركيه اللي احنا بنعملها بتساعدنا ان احنا مثلا الطفل خلاص على سن مثلا سنه، بس الابيليتيز اللي بيجيبها ان هو مثلا يقدر ان هو يتقلب بس او يقعد، احنا بنقف على النقطه دي. تمام. وبنكمل عليها. تمام. تمارين بقى اللي هو جلوس او ان هو يقدر يقف لوحده، تمارين المشي، تمارين تحسين التوازن، كل الحاجات دي في خطه التاهيل الحركي. تمام. وايضا الجزء التاهيل الوظيفي. تمام. وده بقى مهم جدا لان هو بيعتمد اكتر على وظائف اليد. بنقول ان احنا بنبقى عايزين الطفل يبقى معتمد على نفسه قدر الامكان، اندبندنت از ماتش از بوسيبل، ان الطفل ده يقدر يلبس نفسه، يقدر ياكل نفسه، يقدر يسرح شعره، يمارس حياته اليوميه بشكل طبيعي. تمام. تمام. طب احنا ممكن يا دكتور لو نعرض بعض الصور اللي حضرتك عرضتيها علينا، لو تمام. بعد اذن الاعداد. دي صوره لطفل مصاب بشلل دماغي. ده طفل سي بي، ده طفل دايبليجيان، مشكله اكتر. لو تلاحظ ان الطفل واقف كل حاجه والاي كيو بتاعه كويس او العقليه كويسه، مشكلته اكتر بتبقى في الرجلين. تمام. 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 رجلين بتبقى شاده شويه، ده بيعمل له مشكله في الحركه معانا شويه. بتبقى متصلبه يعني. بتبقى متصلبه بس دي نسبتها بسيطه جدا، يمكن تعرضته اقل حاله. الطفل مع شويه تمارين تقويه للعضلات. او في صور تانية معانا. في صور كتير. صور الطفل ايوه الصوره دي موضحه جدا جدا. الطفل ده شويه درجه الاسباستيستي عاليه او التشنج اللي احنا قلنا عليه، شلل الدماغ التشنجي. شوفي يا استاذ حسين، بتلاقي رجله لما انت توقفيه كده متصلبه واخده الوضع ده. أيوة. وايده كمان هتلاقيها في ايد متنيه شويه. تمام. ده اللي هو الاسباستيستي النوع العالي جدا. تمام. ده بيبقى تشخيص معروف خلاص ان ده سي بي، وبيلاحظ من اول يوم لو الدرجه عاليه جدا. تمام. تمام. طيب في صور تانيه يا جماعه معانا. ده برضو طفل اهو، في لو تلاحظي برضو الرجلين تلاقيها متصلبه بالشكل ده. ده برضو تشوفيه او الام لو لقيت ابنها كده يبقى ده طفل سي بي، لازم تروح لدكتور الامراض العصبيه للاطفال. تمام. ودكتور العلاج الطبيعي للاطفال. تمام. نشوف الصوره اللي بعدها. تمام. ده طبعا الحاله دي اسوأهم، لان الحاله دي سيفير، حاجه اسمها كوادربليجيا، الشلل الدماغي بيشمل الاطراف الاربعه. ووزن الطفل بيبقى ضعيف جدا وحالته بتبقى صعبه شويه. وبيأثر على الوزن برضو يا دكتور؟ طبعا بيبقى وزنهم ضعيف، لان الاطفال دول اصلا غالبا بتولدوا بوزن ضعيف. تمام. يعني المفروض النورمال ان هم بيتولدوا الوزن الطبيعي للطفل من 2.5 ل 3.5. تمام. هو بقى بيتولد اقل من 2.5، وبيبقى احيانا مولودين اصلا قبل 28 اسبوع، وزنهم ضعيف كمان، ما بيقدروش ياكلوا كويس تغذيه كويسه، فمعظمهم بيبقى مايل للنحافه. طب بمناسبه برضو التغذيه والاكل والكده، هو يعني الواحد بيلاحظ برضو ان هم بيبقى حركه الفم عندهم او شكل الفم ما بتبقاش طبيعيه. تمام. فهل فعلا. ده بيأثر على الاكل والشرب؟ تأكيد طبعا. شكل الفم ما بيبقاش طبيعي. الطفل اللي هو السباستيك عاده بيبقى من كتر الشد ما هو عالي مش قادر ان هو يتحكم او يغلق الفم، ما بيقدرش ان هو يمسك الاكل ببقه، عنده مشكله في المضغ، وكمان عنده مشكله في البلع بسبب الشنجات العضليه. احنا الحمد لله في المركز بنشتغل مع الطفل تاهيل تدريبات فكين، لان برده جزء لا يمكن اهماله، لان تمام. انا عايزه الطفل ياكل ويشرب، ده بيساعدني في العلاج. جزء التغذيه مهم جدا. تمام. تدريبات عن استخدام مثلا بعض الادوات او الفرش اللي احنا بنستخدمها تحسن الاحساس في منطقه الفم، تاهيل الحركات. ده داون زي ما حضرتك قلت، ايه الفرق بين السي بي وداون؟ تمام. طبعا ده لازم الداون بيبقى ليها مجموعه اعراض مختلفه، يعني السي بي زي ما حضرتك شفت الصور، اما الداون زي الشكل ده بيبقى شويه مثلا المناخير مفلطحه وشويه العين ضيقه، شكل الايد نفسه بيبقى مختلف شويه، بيبقى ايتونيك او في ارتخاء في العضلات. تمام. دي متلازمه الداون، ده موضوع تاني. تمام. الصوره اللي بعدها. تمام.
تمام. دي برضو طفله سيبيه لو تلاحظي وضع رجليها السباسيست عاليه، ودي كمان عندها وضع اللي هو مشط الرجل. بصي هو بيشمل الرجل كلها، بنقول الجزء السفلي بيبقى شادد، وكمان العظم من كتر الشده موجوده ممكن تاثر على المفصل وشكل العظم الموجود. طبعا في الحالات اللي زي كده احنا بنشتغل مع الطفله، ما فيش اي تحسن او بنلاحظ المشكله جايه من العظم، الافضل ان هي بتحول لدكتور جراحه العظام لمعرفه السبب الرئيسي ومعالجته. تمام. مع تمارين العلاجه والتقويه بنقدر، هي بتمشي بس المفروض ان احنا نقدر نحسن شكل المشيه. تمام تمام، تمام. ان هي تمشي بطريقه طبيعيه. تمام. طيب نشوف اللي بعدها. ده برضو طفل، ده تاهيل اوتي، تاهيل وظيفي، انا مش شايفه الصوره قوي. ده تاهيل وظيفي، او ده طفل سيبي برضو نفس الصوره اللي سابقه، شفتي وضع الرجل برضو متاخده بره شويه، دي بتبقى في مشكله في العظم اكتر والشده. طيب اللي بعدها نفس البنوت. نفس الطفل ده المفروض ان هو بقى ده نورمال، الطفل مثلا لو هو نايم على بطنه كده يقدر ان هو يصلب راسه ويرفع دماغه لورا، ده بيبقى التاخر شويه عنده حركي، بس التحكم في الراس مطلوب. تاخر حركي بنشتغل شويه على الامكانيات اللي هي مش موجوده عنده ان هو يقدر يقعد لها. ده طبعا سيبي بس اللي بقول لحضرتك عليها بقى، شكل الرجل برضو برافو عليك، ان هي برضو متصلبه. شكل الرجل والايد كمان، يعني دايما التشدد في الطرف العلوي بيبقى متني، اللي هو ما بيقدرش يفرد، الجزء السفلي العكس بيبقى مفرود. مفرود. بالشكل ده. تمام تمام. طيب يعني انا عرفت ان في مركز الدكتور كمال شكري انتوا بتعملوا كمان تاهيل حسي. تمام تمام، بجانب التاهيل الحركي. تمام، عايزه برضو حضرتك توضح لنا يعني ازاي، ايه هو التاهيل الحسي؟ تمام، التاهيل الحسي جزء مهم جدا في العلاج ولا يمكن اهماله. تمام، حاجه اسمها تاهيل حسي حركي، ان انا عشان الطفل ده يقدر يؤدي وظيفه حركيه المفروض يبقى هو عنده احساس بالبيئه المحيطه، يبقى عنده رغبه ان هو يروح يمسك الحاجه، عنده احساس الرؤيه كويسه، السمع كويس، حد ينادي عليه يقدر يلتفت، كل ده بينعكس على وظيفه حركيه كويسه. احنا عندنا في المركز غرف الحواس او التاهيل الحسيه، دي بتبقى غرفه منعزله. يعني هو يا معلش يا دكتور، يعني منطقه السمع والبصر عنده بتبقى كويسه، او مراكز السمع والبصر عنده كويسه؟ تمام. ولا بيبقى برضه بتبقى متاثره بالموضوع؟ المفروض ان هو راح لدكتور الامراض العصبيه لمراجعه مشاكل النطق والكلام والسمع والاتزان، الحاجات دي كلها. لو اصابه كامله في العصب البصري خلاص، مثلا نقول ان هو مثلا في عدم رؤيه او في جزء عمى، الطفل ده خلاص ما بيشوفش. انما لو في طفل لا بيشوف كويس كل حاجه والفحص تمام، بس المشكله عنده في التركيز، ان هو مش بيقدر مثلا يركز على الاشياء. تمام. يعني مثلا تبص لحاجه هو بيشوف بس مش قادر يركز على الشيء المعين، زي اللي تايه كده. برافو عليكي، ما بيقدرش يلتفت للمسلسلات اللي حواليه. ده بنعمله تاهيل حسي عن طريق بعض الاجهزه زي اجهزه الليزر او الاجهزه الضوئيه، بيبقى الدكتور والطفل بس، وعشان يقدر ان هو يتفاعل مع البيئه ما يبقاش في اي مؤثرات خارجيه. تمام. طبعا الجزء السمع كذلك، بعض الاصوات ان احنا نبدا نديله مصدر صوت ويحاول الطفل ينتبه ليه على قد ما يقدر. تمام تمام. طيب يعني برضو عايز اعرف ايه الاساليب او التقنيات اللي انتوا بتستخدموها في المركز؟ تمام، المركز بالنسبه لجزء العلاج الطبيعي والتاهيل الوظيفي زي ما قلت لحضرتك، التمارين عندنا طبعا الادوات اللي احنا بنشتغل بيها والتمارين اليدويه، بنشتغل على العضلات طبعا زي ما حضرتك شفت العضلات بتبقى شاده جدا، المفروض بنعمل تمارين اطاله العضلات دي، تمارين تقويات للعضلات. بنشتغل على المفاصل لان المفاصل دي بتبقى عرضه للتيبس اكتر. تمام. تمارين تحميل الاوزان، يعني الطفل بيبقى عرضه للكسور عشان هو ما بيحملش. المفروض الطفل الطبيعي بتبقى رجله بالشكل اللي هو احنا بنقول التقوس، اول ما بيبدا يقف او يمشي من كتر التحميل بتبدا العظم كثافته تزيد والطفل يحمل كويس. احنا بنعمل التمارين دي تحميل على العظم عشان الطفل ما يبقاش عرضه للكسور. مع التمارين اللي هو يعني علشان بتبقى يعني عضلات الساق مثلا بتبقى ناشفه قوي، العظمه نفسها ما فيش تحميل عليها، العظم عظم الساق نفسه او الساق نفسه بيبقى ناشف قوي، فبيبقى عرضه للكسر، ما فيهوش ليونه. الفكره الكثافه العظميه نفسها مش كويسه، العظم مش قوي. الكثافه العظميه الكثافه المفروض التحميل هو اللي بيقوي العظم وبيزيد الكثافه العظميه للطفل. تمام. فدي بيبقى في مشكله فيها في التمارين التحميل. الطفل بقى وصل خلاص معانا، مثلا الاطفال اللي هي بتبقى درجه الاصابه بسيطه، الطفل يقدر ان هو يمشي، بنبدا بعد كده نشتغل على التوازن في المشي وتعديل شكل المشي بحيث ان الطفل على قد ما يقدر. دي نقطه مهمه جدا على فكره، مهمه جدا، يمكن معظم كمان الاهالي بيهتموا بيها جدا. صح. طبعا يعني العلاج مهم بس الاهم منه شكل المشي وشكل برافو عليك الانسان، يعني بيبقوا عايزينه انسان طبيعي ماشي. تمام. شكله طبيعي. صح.
فعلا احنا بنشتغل على تعديل شكل الماشيه مع طبعا دكتور كمال بيوصف بعض الجبائر للطفل اللي هو محتاجها. الجبائر بتعمل اطاله وبتاخد الرجل في وضع مظبوط شويه، دي بتساعد الطفل كتير جدا. بنشوف العضلات الضعيفه اللي عند الطفل واحنا بنحاول نقويها شويه، ده كله بيفرق مع الطفل في شكل المشيه بتاعته، خاصه بقى الطفل اللي هو بقى مدرك الاي كيو بتاعه كويس، العقليه بتاعته كويسه، بيقدر ان هو يستجيب للعلاج ويتحسن بفضل الله. طب معظم الاطفال يا دكتور بتبقى نسبه تقبلهم للعلاج بتبقى كويسه ولا اكيد انتوا أيوة بتعانوا أيوة. من صعوبه في التعامل معاهم في النقطه دي؟ طبعا احنا عندنا الاطفال حالات فرديه، اصعب اطفال في العلاج الاطفال اللي هي ذكيه، يعني الاصابه اثرت بس على الجزء الحركي موجود. الطفل ده مدرك وذكي جدا، فاهم كل حاجه حواليه. لو في مشكله نفسيه معاه او حس بس ان هو مش زي اصحابه في نفس سنه او كده، مشكله بتعمل معاه ضرر شويه، ممكن ما يتقبلش العلاج. انما الطفل ده، عشان كده بنصح اي ام ان الجزء النفسي مهم جدا جدا في مرحله العلاج. تمام. لازم الاهل يبقوا متقبلينه والطفل كمان متقبله، الطفل متقبل ان هو بيتعالج عشان اوصل لتارجت معين. تمام. كمان الدكتور العلاج الطبيعي بيبقى متفاهم ده. تمام. الطفل ما بيلاقي نفسه بتحسن حتى لو بشكل بسيط، بتشجع بقى ان هو يكمل معانا في رحله العلاج. ده برضو نقطة مهمة جدا في استجابة كل طفل للعلاج. تمام. مهمة جدا، وعلى حسب برضو درجة الإصابة اللي حصلت بيحصل التحسن. أنا متهيألي يعني بيبقى الدكتور برضو عليه عامل عليه عامل كبير طبعا جدا طبعا في الموضوع طبعا. النفسي ده دكتور العلاج الطبيعي الأطفال بالذات مش بس مش يعني الوظيفة مش إن أنا أجيب حركة للطفل، المشكلة أنت بتهيئ طفل يعني إن هو يعيش حياة متكاملة. بالظبط. بتعتمد فيها على الجزء النفسي برضو في معاملتك مع الطفل، انك تقدر تحتوي الطفل الموجود، انك تقدر مثلا تديله تارجت عمل معاه احنا نوصل تمام. لكذا، تشجعه بمحفزات، كل الحاجات دي تمام. مهمه جدا. طيب اخيرا يا دكتور بقى يعني عايزه حضرتك توجهي نصيحه لكل اب وام عندهم طفل مصاب بشلل الدماغي، حضرتك تنصحيهم بايه؟ طبعا ده اهم حاجه، وده اهم حاجه في الحلقه فعلا، فكره التوعيه. طبعا اي اهل احنا مقدرين الضغط اللي عليهم جدا، تمام، بس فكره ان هو يبقى عنده توعيه عن الطفل، تعريف الشلل الدماغي او اللي ايه اللي خلى ابنه يوصل للمرحله دي، او الخطه العلاجيه اللي احنا نستخدمها مع الطفل، لازم ان هو يبقى متقبلها. تمام. ومستمر معانا في العلاج. تمام. ولازم في البيت يتفاعل مع الطفل، يعني مثلا ما سيبش طفل السيبي ده في غرفته لوحده وما تفاعلش معاه، ده غلط جدا. المفروض ان انا انمي مهاراته واتكلم معاه، اخرجه للبيئه المحيطه، يتفاعل مع الناس، يتفاعل، يروح حدائق، الحاجات دي كلها بتفرق جدا مع الطفل. تمام. تجنب بقى اساليب الوقايه اللي احنا قلناها، اساليب الوقايه ان هو مثلا لو في عرضه لطفل سي بي، لو في مثلا طفل تاني، المفروض يخلي باله من الاسباب اللي احنا ذكرناها. تمام. بس يعني ده النصايح الشامله اللي اتمنى كل اهل والله يتبعوها. يا دكتور الحديث مع حضرتك والله شيق حضرتك جدا، يعني انا عايزه اتكلم في تفاصيل كتير بس عشان وقت الحلقه. احنا اكيد ان شاء الله هيكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك ان شاء الله باذن علشان الله. طبعا يعني نعرف اكتر ونستفيد اكتر ان يعني. شاء الله يا حبيبتي. انا بشكر حضرتك جدا جدا وشرفتينا. انا سعيده بوجودي معاكي والله يا استاذه وسام. ربنا يخليكي. بنشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقات جايه ان شاء الله. اشوفكم على خير.